معنا من لندن وعبر الهاتف عادل درويش الصحفي والمحرر السياسي. سيد عادل صباح الخير، أهلا بك معنا. إذن الدلائل الجديدة تشير إلى أنه عمل إرهابي مؤكد، كيف تتعامل القوات الأمنية مع هذه المعطيات الجديدة وكيف ردت فعل الشارع البريطاني على هذا؟ يعني كما تعلمين هذا الحادث شخص واحد على الأقل حتى الآن لا يزال، لا اعرف الترجمه بالعربي بالضبط، الفرنسيك سبيشالست او متخصصي الفرنسيك اللي هم يبحثون عن الادله الصغيره مثل البصمات، مثل الدي ان اي، مثل الكيميائيات المخلفه من انفجار غير ذلك لمعرفه هويه هذا الجاني. النقطه الثانيه طبعا ان قوه بوليس مانشستر وهي ثانيه اكبر قوه بوليس في المملكه المتحده، بالمناسبه لا يوجد شيء اسمه الشرطه البريطانيه. هنا 47 قوه بوليس مختلفه في مناطق جغرافيه مختلفه، وكل منطقه لها مفوضيه خاصه تمول من الضرائب المحليه، ولا يوجد هيئه مركزيه لكل الشرطه البريطانيه كما تستخدم الصحافه العربيه. بوليس مانشستر مدرب على هذا، وطبعا هناك المكان معزول لمعرفة ما يحدث. الانفجار لم يحدث داخل القاعة، هي القاعة مثل الاستاد، قاعة ضخمة تصل حوالي 20,000 شخص في ما يشبه عندكم المولات الضخمة. تحتها توجد محطة القطار فيكتوريا، فقد اختار هذا الإرهابي أو هذا القاتل لحظة الخروج، لأن الحقائب تفتش والأشخاص يفتشون عند دخول مثل هذه الحفلات، فكان هذه لحظة الخروج وكان يقف في الرودها الخارجية. شكرا جزيلا لك سيد عادل على هذه المعلومات. حدثنا من لندن وعبر الهاتف عادل درويش الصحفي والمحرر السياسي.